بسم الله، أهلا بكم في الحلقة الثانية من كورس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين من الصفر Beginners One. لو لسه ما اتفرجتش على الحلقة اللي فاتت هسيب لكم رابط الحلقة في صندوق الوصف وفي أول تعليق على الفيديو. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن أدوات النكرة في اللغة الإنجليزية A and an. أدوات النكرة The Indefinite Articles. متى نستخدم a وan في اللغة الإنجليزية؟ قبل الأسماء المفردة before singular nouns. A noun يعني اسم. طب إيه هو الاسم؟ يعني إيه noun؟ A noun الاسم في اللغة الإنجليزية it can be قد يكون a person شخص a person أو place مكان place أو thing شيء thing or animal حيوان. إذن الاسم في اللغة الإنجليزية إما يعبر عن شخص a person مكان place شيء thing أو حيوان animal. ودلوقتي بصوا معايا على السبورة علشان نعرف إمتى هنستخدم أدوات النكرة قبل الأسماء. نشوف مع بعض النونز أو الأسماء ونشوف إمتى هنستخدم a وإمتى هنستخدم an. أول كلمة أو أول اسم معانا على السبورة هو banana. banana. please خلونا نتفق من الأول، كل ما أقول كلمة مش لازم أقول لك repeat after me أو قول معايا، كل كلمة هنطقها قولها معايا علشان تتعود على النطق الصحيح. number one بنانا موزة. نلاحظ كلمة بنانا تبدأ بحرف بي بي وحرف البي حرف، فاكرين الحروف الساكنة والحروف المتحركة اللي تعلمناها مع بعض في الحلقة الأولى؟ حرف البي حرف ساكن a consonant. إذن علشان كلمة بنانا بدأ بحرف ساكن يجب أن أستخدم أداة النكرة أو the indefinite article a. a وهنقول a banana a banana موزة. طيب حتى هيسألني يعني أنا ما ينفعش أقول بنانا فقط؟ لا، ما ينفعش أقول بنانا فقط بما إن ده اسم a noun واسم مفرد، يجب أن يكون اسم مفرد، يجب أن نستخدم قبل الأسماء المفردة أداة نكرة إما a أو an. وبما أن الاسم اللي معانا يبدأ بحرف ساكن a consonant إذن يجب أن أستخدم أداة النكرة a. نشوف الاسم اللي بعد كده، يلا اقروا معايا apple apple تفاحة. الفرق ما بين banana and apple، apple تبدأ بحرف A وحرف الـ A حرف ساكن ولا متحرك؟ أيوة حرف متحرك a vowel letter. فاكرين الـ vowels؟ كانوا كام vowel في اللغة الإنجليزية؟ أيوة مظبوط 5 vowel letters، هما خليكم معايا A, E, I, O, and U. الحروف المتحركة The vowel letters A, E, I, O, and U. Apple تبدأ بحرف الـ A A vowel حرف متحرك. إذن يجب أن نستخدم أداة النكرة an ونقول an apple an apple. هنا في معلومة مهمة جدا لازم نعرفها، أي اسم مفرد يبدأ بحرف متحرك هنستخدم قبله أداة النكرة an. وتاني حاجة، أداة النكرة an لما بتكون موجودة قبل أي اسم مفرد بننطق الأداة مع الاسم كأنهم كلمة واحدة. إزاي؟ بدل ما نقول an apple لا ما نوقفش، هنقولها كأنها كلمة واحدة فقط، يعني
an apple an apple قولوا معايا an apple تفاحة واحدة. ننتقل بعد كده للكلمة الثالثة boy boy. again الكلمة دي بدأ بحرف ساكن ولا حرف متحرك؟ a consonant ساكن or a vowel متحرك. أيوة b like banana b a consonant حرف ساكن. إذن هنقول سمع الإجابة الصحيحة أيوة a boy مظبوط a boy ولد a boy a boy. وبعد كده عندنا cat cat قطة. كلمة cat تبدأ بحرف أيوة C C C حرف ساكن a consonant. هنستخدم A مظبوط A cat A cat قطة. نشوف الكلمة اللي بعدها egg egg. كلمة egg تبدأ ب e e حرف ال e حرف أيوة متحرك a vowel مظبوط. إذن يجب أن نستخدم أداة النكرة the indefinite article a ولا an. أيوة an اتفقنا. هنربط الأداة مع الكلمة اللي بعدها ونقولهم كلمة واحدة. يعني هنقول an egg لا هنقول an egg an egg an egg بيضة. وآخر كلمة هي ant ant نملة ant. كلمة ant تبدأ ب a وحرف ال a حرف متحرك a vowel letter. إذن يجب أن نستخدم أداة النكرة an علشان ده اسم مفرد a singular noun. هنقول an ant وبسرعة هنقول an ant an ant an ant كلمة واحدة. إذن عرفنا إنه أدوات النكرة a وan تستخدم قبل الأسماء المفردة the singular nouns. وإذا كان الاسم يبدأ بحرف ساكن a consonant هنستخدم a. أما إذا كان الاسم يبدأ بحرف متحرك a vowel هنستخدم an. ولو an استخدمناها قبل الاسم زي an apple هننطقها كلمة واحدة. أي كلمة هنستخدم قبلها an هنربطهم ببعض وننطقهم كلمة واحدة نقول an apple. تعالوا نقرأ الكلمات اللي معانا على السبورة مرة تانية. يلا a banana a banana an apple an apple. خدوا بالكم من حرف ال p an apple a boy ولد a cat a cat an egg and an ant an ant. ودلوقتي تعالوا ننتقل للجزء الثاني من الحلقة ونعمل تمرين صغير مع بعض. معانا بعض الأسماء على السبورة يلا بينا. يلا فاكرين اتفقنا في أول الحلقة إن الاسم في اللغة الإنجليزية إما أن يكون a person شخص a place مكان thing شيء أو animal حيوان. تعالوا نشوف الأسماء اللي معنا. number one book book كتاب book noun اسم مفرد singular وهو شيء شيء نقرأه مظبوط. تاني اسم هو park 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 حديقة اسم اسم مكان الحديقة مكان نذهب إليه. وتالت اسم umbrella umbrella مظلة
شيء بنستخدمه في المطر وهو اسم مفرد a singular noun. elephant فيل حيوان اسم مفرد a singular noun. doctor طبيب يعني شخص doctor. orange برتقالة برتقالة واحدة. orange فاكهة يعني شيء نأكله. يلا نشوف امتى هنستخدم a وامتى هنستخدم an. book كتاب. طبعا كلمة book تبدأ بحرف b وده حرف ساكن a consonant, إذن لازم نقول a book. أما الكلمة الثانية park تبدأ بحرف p a consonant حرف ساكن. تاني لازم نستخدم أداة النكرة a park. ملاحظين الفرق a book and a park, b and p. تالت كلمة umbrella u. حرف اليو حرف متحرك a vowel, إذن لازم نقول an umbrella. هنقول an umbrella؟ لا, قولوا معايا an umbrella. مظلة كأنها كلمة واحدة. elephant يا ترى هنستخدم a or an. e a vowel حرف متحرك, إذن لازم نستخدم an وهنقول an elephant. doctor طبيب. كلمة doctor تبدأ ب d consonant ولا vowel؟ نستخدم a ولا نستخدم an؟ أيوة d a consonant حرف ساكن, يبقى لازم نستخدم a doctor. وآخر كلمة هي orange برتقالة اسم مفرد a singular noun يبدأ بحرف O. الO حرف متحرك a vowel, إذن يجب أن نقول an orange an orange. لا, قولوها كلمة واحدة an orange. تعالوا نقرأ مع بعض كل الكلمات مرة تانية. a book a park an umbrella an elephant a doctor an orange. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة الثانية من كورس تعلم الإنجليزية للمبتدئين. أرجو تكونوا عرفتم إمتى هنستخدم أداة النكرة A وإمتى هنستخدم أداة النكرة an قبل الأسماء المفردة في اللغة الإنجليزية. بليز اتأكد أن أنت مشترك في القناة وفعل زر الجرس وما تنساش تعمل لايك للفيديو, وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكراً.